شنو هي اللوجيستيك؟ الحلقة الثانية. في الحلقة اللي دازت عرفنا باختصار كلمة اللوجيستيك وعطينا أهم تعريف المتداولة وبعض الأمثلة على المجالات اللي مرتبطة بها، وبطبيعة الحال ما كانش ممكن في فيديو واحد نقدروا نفهموا الدومين مزيان. في الحلقة ديال اليوم غادي نهضروا على واحد المهنة اللي هي في نفس الوقت فكرة لمشروع بالنسبة للمقاولين اللي باغيين يبداو مشروع ما كيطلبش راس مال كبير. الفريت فوروردر أو منظم عملية النقل الدولي هو شخص أو شركة كتنظم شحنات للأفراد أو الشركات اللي باغين السلعة ديالهم توصل النقطة المتفق عليها بلا ما يستعوا راسهم بالإجراءات والمراحل اللي كتدوز منها ديك الشحنة. هذا هو التعريف ديال مكتب الصرف، الارتيكل رقم 579. كذلك كنسميوه بالوسيط التجاري أو الخبير اللوجيستيكي حيت هذه هي حرفته. في المغرب كنفرقوا ما بين لو ترانزيتير ولو فريت فوروردر. في اغلب الاحيان لو ترانزيتير هو الشخص او الشركه اللي عندهم ترخيص ديال الجمارك باش يقوموا بالاجراءات الجمركيه ديال البضائع المستورده او المسطره. هذا ما كيمنعش ان لو ترانزيتير يقدر يزاول بعض المهام ديال فريت فوروردر، والعكس صحيح الا كان هذا الاخير عنده ترخيص. الفريت فوروردر خدمته هي انه يعطي الوسيله الاكثر فعاليه لنقل الشحنه مع استخدام وسيله نقل واحده او اكثر، كومبايند مود اوف ترانسبورت. من الخصائص ديال خدمته عاوتاني هو لو غروباج دو غروبين، يعني كيجمع السلعه من عند عدد ديال المرسلين، يعني هذوك اللي كيصيفطوا السلعه وكيتكلف بها هو حتى كتوصل وكتعطى لمالها. هذا اللي كيجعل ان شركه النقل البحري والجوي والطرقي والسكاكي كيعطيو امتيازات في الثمن. بمعنى اخر الا بغيتي تصيفط شي سلعه سير عند الفريت فوروردر طيح عليك ارخص. وزيد على ذلك ان الفريت فوروردر كيتعتبر خبير في اللوجيستيك، يعني كيكون عارف الظروف وكيكون عارف الخصائص ديال الارساليه. المسائل الاخرى اللي كتدخل في المسؤوليه ديال الفريت فوروردر هي جمع الوثائق اللازمه، الفواتير، سندات النقل مثلا دبيل اوف ليدين او اير واي بيل، يعني بالنسبه للنقل البحري او النقل الجوي، البيانات الجمركيه والوثائق الاخرى اللازمه على حسب المتطلبات الدوله المسطره او الدوله المستورده. شنو هي الشروط باش نولي ان فريت فوروردر في المغرب؟ باش تخدم مع ان فريت فوروردر كمساعد شحن فريت ايجنت او كوكيل مبيعات سيلز ايجنت كيخصك يكون عندك على الاقل باك بلس 2، ومن الافضل تكون قريتي من قبل على الدومين باش تكون عندك فرصه اكبر. باش دير مشروع فريت فوروردر في المغرب سهله بزاف، يكون عندك مكتب او مقر، لازم تخلق مقاوله صاغل يعني كأي مقاوله عاديه، يعني تسجل في الريجستر دو كوميرس ودير الاجراءات اللازمه لخلق صاغل. تاخذ من عند لوفيس دو شونج لو نيميرو دو ليدنتيفيكاسيون، يعني لوفيس دو شونج حيت الخدمه ديالك غتكون عندها علاقه بالتدخل والتخرج ديال الفلوس وداك الشيء على حساب واش امبور ولا اكسبور. دونك بطبيعه الحال خصك تاخذ لوتوريزاسيون ديال لوفيس دو شونج. بطبيعه الحال المشروع ديالك باش ينجح خاص ضروري يكون عندك ان بورتفوي، تكون داير اتفاقيه مع ان ترانزيتير على حساب لي ديكلاراسيون دوانيير، تكون داير اتفاقيه مع ان فريت فوروردر في الخارج اللي هو غيدير نفس الخدمه ديالك اللي كدير نتا هنا هو غيديرها برا. الاغلبيه في المغرب كيتعاملوا مع لا شين. خصك تدبر على الكليان، يعني دير اون استراتيجي ماركتينغ مزيانه، ومن بعد علاش لا ما تنضمش لا اف اف ام اللي هي جمعية منظمي عملية النقل الدولي بالمغرب، لاسوسياسيون دي فريت فوروردر دو ماروك، باش تسهل عليك يعني لانتيغراسيون في لو دومين ديال الفريت فوروردين. اسفل هذا الفيديو غادي تلقاو الروابط الاساسيه اللي تقدر تنفعكم الى بغيتو ديروا المهنه ديال فريت فوروردر. موعدنا في الفيديو القادم ان شاء الله مع مهنه اخرى عندها علاقه بشنو هي اللوجيستيك. وتهلا.